في إبلي للأسف نبدأ بأخبار سيئة، إصابة لاعب الاتحاد تطاوين شهاب الصالح بتبيعه، إصابة ربطة متقاطعة ما نحبوهاش للاعبية الكل سواء في تونس ولا خارج تونس، لكن فبالك يكون لاعب شاف في بداية الطريق نتاعو يتعرض للإصابة هذه. على كل معنى بالتليفون شهاب الصالحي اللاعب الجديد للاتحاد تطاوين، باش نتمنوا صحته. شهاب أهلا بيك. أهلا بيك سلام، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. أخويا قدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله لاباس. عايشك يا رحمة والديك، الحمد لله، هذيك قضية ربي خويا، هذاك ربي شحب، الحمد لله. باهي ان شاء الله لاباس. شهاب احكي لنا كيف صار الكونتاكت، كيف صارت الاصابه في مقابله وديه في التمارين، كيف؟ لا في التمارين، ليله الماتش في التمارين كونتاكت، والله تبسيط معناها يظهر كاين بسيط، ما عرفت ركزت على ثقي، الشارج الكل على الثقه هذيك، ركزت عليها هذيك صار. عملت البارح الفحوصات، ظهر لي البارح عملت الفحوصات، اي عملت الفحوصات من الاول، في بالي حكايه بسيطه معناها خاطر قومت عادي وكل شيء، فهمت؟ اما نحس بوجيع، عملت الفحوصات شفت اللي هي الربطه المقاطعة. كيفاش تقبلت الاصابه؟ نتصور اي لاعب ما يحبش يكون في بلاستيك اصابه، الاصابه اللي يكرهها الرياضيين الكل ظهر لي. صحيح والله، صحيح اصابه كرهها الرياضيين الكل، اما واحد ايمانه لازم يكون قوي بربي، هذيك هي ربي شحب، ربي منعني من حاجه ممكن تكون اكثر من هذا. اكيد. واحد يرضى حكم ربي، وان شاء الله واحد يرجع خير من قبل، وباش نرجع خير من قبل معناها. ان شاء الله، جاتك في وقت سيء، ظهر لي انت باش تطلع من كومباليه اخر، باش تبدا تكوي، باش نبداو نشوفوك مع اتحاد تطاوين الموسم هذا، نعرفوا ما لعبتش برشا قبل مع الكلوب، ظهر لي جات في وقت مش باهي برشا. والله صحيح، هذا يخمم كيك يقول. اما والله انت عارف عليه، حكم ربي خير من كل شيء، واحد يمين قوي كما قلت لك، وربي يعرف شو يعمل راه. باهي. هو هذيك هي. شنو حكى معك؟ شنو حكى معك الطبيب؟ ها والله جيت قابلت دكتور محسن ترابلسي هنا في تونس. قال لي كهو بعد جمعتين معناها توا نعمل رونفورسمون، و يتنحى معناها النفاخ نتاع ساقي ورونفورسمون، كهو نعمل العملية إن شاء الله بعد ريدوكاسيون باهية ترجع خير معناها. إن شاء الله. مدة تراحة دونك 6 شهور 7 شهور ولا أقل شوية وليت معاش. والله إن شاء أنت والواحد وريدوكاسيون، أنت واللي صار الطب شو يقول لك، أنت وبدني شي جا وفهمت. انت وكيفاش معناها، ما ديتار سيبي هو اللي باش يحدد، فهمت؟ وانا تجاوب معاه الحكايه هو اللي باش يحدد. نتصور لك وصلوك برشا تليفونات تمنوا مع عليك من لاعبين، نتصور من جمعيات الكل ولا مسؤولين. صحيح صحيح والله، من الناس الكل، من الشيرات الكل، من جمعيتي القديمه، جمعيتي الام، كل جمعيات الكل، الناس الكل كلموني ويرحم والديهم، وكلمه خير راهي ديما عرفت تموتيفيك اكثر وكل شيء، واحد ان شاء الله ترجع خير من قبل ويرحم والديه ومن الكل. خويا حبينا نتمنى على صحتك ان شاء الله ترجع خير من قبل ان شاء الله. عايشك سلام، يرحم والديك زاد، انت عايشك ربي يخليك. يعطيك الصحة شهاب الصالحي لاعب اتحاد تطاوين، لاعب سابق للنادي الافريقي، على تدخلك معنا، حبينا نتمنى كما قلت على صحته بعد الاصابة، خاصة معنوياته بالطبيعة، بما انه الاصابات من النوع هذا تحتاج معنويات اكثر من اي حاجة اخرى، ان شاء الله عودة سريعة للميادين وتكون كما قلت انت خير من قبل. موسيقى بعد شوية مكملين في البلاي.